اكبر من جهد عند النقطه هذه، الجهد عند النقطه هذه اكبر من هذا، واضح؟ كان بعتبر كمقاومه دون هذه المقاومه المتغيره موصوله بين البي دي اس موصوله بالجرام، مظبوط؟ لو اخذت هذه المقاومه لذلك الجهد من هنا لهنا عباره عن بي دي اس، ولكن من هنا حتكون اقل ومن هنا اقل وهكذا، لذلك حيكون توزيع الشحنه في المارجن ان شاء الله هذا بشكل هذا، واضح؟ الجهد المنطقي هذه فيه والجهد اللي هنا فيه وهكذا، ولكن فيه في المكثف ثابت، لو اعتبرنا فيه في المكثف ثابت لذلك هذا الجهد ظاهر، معلوم؟ في الجمع، وبناء على هيك حيكون توزيع الجمع بالسيمتريكال، يعني شكل متناقص كل ما ابعد عن الجهد. كيف نطلع المعادلة تحت التيار؟ فأعرف إذا ناخذ الشنب كرمز أو الشنب شارب، الشنب شارب إيش يساوي؟ يكون نسوي عبارة عن سي بي، سي بي. طيب الآن حنطرح حالتين، الحالة الأولى كيس واحد، عندما الجهد بي دي اس اكبر من الاي شورت فولتيج وبي دي يساوي صفر وبي اس يساوي صفر، هاي الحاله، الحاله هذه بتدور قيمه الشارت الموجوده في الشارت، مع ان اليو شارت يساوي الان عندي هنا المنطقه هذه، عندي هنا موجب صح؟ وهنا في سالب، هذا عباره عن مكثف صح ولا لا؟ وبعرف انه مكثف، هذا المكثف، لو كان عندي مكثف بالشكل هذا، ممكن عندي هيك، لو انا رسمته كثري دايمنشن، هذا هو، هذا هو الثاني، الان لو هو اعطاني، لو اعطيت انا اليونيتي كابستنس، كابستنس تاعت اليونيتي هذه، وفي عندي طول هذا عباره عن ايش؟ ال، وهنا عباره عن دبليو، لو اعطيت اليونيتي كابستنس فانت التوتال كابستنس اللي يساوي كام؟ ضرب الحجم، ضرب المساحه، عباره عن اليونيتي كابستنس ضرب المساحه، لذلك نفس الشيء اذا عندي سي عباره عن اليونيتي كابستنس عباره عن زيرو اكس، المساحه عباره عن دبليو، هذا عباره عن كابستنس، الان الجهد، الجهد المطبق عباره عن ايش؟ عباره عن بي جي اس ناقص البي شورت فولتيج، لان الان الجهد عشان الترانزستور يشتغل لازم يفوت، لازم يكون اكبر من البي جي اس، لانه في المحاضره اللي فاتت قلنا عشان التيار يمر لازم الجهد يكون تعدى قيمة الاي شورت فولتيج، لذلك هنا في هذه الحالة حتكون جهد مطبق بي دي اس ناقص الاي شورت فولتيج. طيب هذا عبارة عن الشنل الموجودة على كل القناة، كل الشنل. طب لو بدي اياها الدنسيتي ايش بعمل؟ بقسم على طول، اوكي؟ بقسم على طول، اذا عندي كيو شارج دنسيتي بقسم اذا حنقول سي او اكس دبليو في بيجيلاس ناقص الديشون سي، هاي الحالة، نيجي للحالة الثانية is
بتاخد الاوبيتي اس اكبر من الـ T شورت اوبيتي وبيتي اس اكبر من ستة او بيتي اكبر من ستة. الان انا لما خدت في الحاله الاولى الجهد من هنا لهنا عباره عن بي تي اس ناقص في تي شورت الحاله الاولى. طيب لو دمجناها ضد الحاله هذه تجيب لي فرق الجهد عند نقطه معينه محدده عند على سبيل المثال عند اكس عند النقطه هذه. لذلك ساعتها هيكون ايش؟ هيكون كله ناقص ايش؟ ناقص. هيكون الجهد المفضل حاجة. لذلك هنا هيكون في كيو شارج الشنب دنسيتي في هيك حالة يساوي عندي سير اكس دبليون مضروب في بي دي اس ناقص دي شورت ناقص دي اس. هذا عبارة عن الشحنة الموجودة عند نقطة على الشحنة. طيب لذلك أخذنا في محاضرات الدايود إنه في البرسيتي ايش تساوي؟ ناقص نيو عبارة عن نيو في الموبيليتي مضروبة في الإلكتريك فيلد. والإلكتريك فيلد إيه اللي خدناها؟ تساوي ناقص دي بي على دي إكس عبارة عن اشتقاق الفرق الجهد على دي إكس. لذلك الآن لو وضعنا هنا إذا في نيو في تساوي ناقص نيو في دي بي على دي إكس. الآن عندي density of charge لو أضربها بالسرعة هتطلع عليه إيش؟ بالتيار. إذا عندي بالتيار آي دي توتال شارج أو تيار آي دي إيش يساوي؟ يساوي البي ضرب الكيو شارج ديسك. الآن لو عوضنا بالمعادلة هذه بس هنا ناقص حتكون هنا التيار عكسي وقيل الشحنات بتبدو على اليمين والتيار عكسي. لذلك الآن لو عوضنا بالقانون هذا إذا حتصير عندي اي دي ماينس 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 حتروح نيو دي بي على دي اكس مضروب في شارج ديستي اللي هو عن سي او اكس دبليو دي دي اس ناقص دي شورت دي ناقص دي اكس. الآن لو ضربنا طرفين بوسطين أوكي اللي حيكون عندي أي دي في دي إكس تساوي نيو سي أو إكس دبليو في دي دي إس ناقص دي شورت دي ناقص دي إكس في دي دي. الآن لو جمعنا مكان محدود التكامل هذا عبارة عن ايه؟ اكس هي عبارة عن مسافة صح؟ اذا لما هتكون من صفر الى ان طيب هذا ثابت هذا الان ثابت والود ثابت والود ثابت هذا اتجاه. الان
الجهد تاعك بتبدل من ايش ليش؟ شو المطبق عبارة عن ايش حيكون؟ نرجع للدائرة بيدي بس ورحنا فضلت هنا جهد هاي عبارة عن بيدي بس هذا صفر إلى بيدي بس صفر إلى من ناحية رياضيات لكن لو كملنا هذا يكون عبارة عن اي دي ال يساوي ميو ان سيو اكس ميو لو كملنا هذه اخذنا هذول على شكة مع بعض هذول مع بعض هيك إيه؟ يكون عبارة عن ثابت بالكل في دي اس ناقص في دي في دي دي اس ناقص نص في دي اس لو قسمنا الطرفين على ال ترى كده حصلت هاي عباره عن معادله التيار ف معادله التيار ف الان بدنا ندرس المعادله هذه في عده حالات حالتين ندرس المعادله هذه في حالتين عندما بيدي بس أصغر كتير من اثنين بيدي بس ناقص اثنين شرطه اثنين لناخذ هذا الشرط ونطبقه هنا لما نطبقه هنا هلاقي انه الترم هذا مش هيكون صغير جدا لذلك ممكن اشيله لذلك ساعتها هتكون عبارة عن تيار ممكن كتابته في المعادلة هذه اي دي تساوي تساوي اكس ميو ان سيو اكس دبليو على ال في دي اس ناقص من دي شرط تي مضروب في دي اس Smile.
بعرفش في شورت. اذا كانت هذا فيدياس اصغر كتير من 2 معناته هتكون على المنطقه دي، معناته هذا كل هذه الحاجات اللي هي ده معناته انها عباره عن عبارة عن كم قوم تقول لك عبارة عن كم مستفيد، وهذا عبارة عن السوق، هذا عبارة عن كام فانكشن. السوق ده عبارة عن واحد على الآخر، فهي أول حاجة. هاي الآن لما يصل لفترة يتعدى الفترة هذه حيصير بشكل كروتي شوي بشكل هذا. الآن نيجي للحالة الثانية كيس 2. عندما بيجنس أكبر من الفري شورت بوتيج و بيجنس تساوي بيجنس ناقص الفري شورت بوتيج، لما عوض هذا محل هذا إذا هذا حتكون مربع بيجي ناقص في شوك مربع ناقص نصها مربع، أنا بقول لهم حصلت حتكون إيش؟ حصلت قيمة هذا، لذلك حيكون عبارة عن أي دي يساوي نص ميو ال سيريز اللي هو على ال في بيجي اس ناقص في شوك مربع كارمية. من ناحية عملية تيار تقديره بضل كامل، من ناحية عملية التيار يبقى كامل، لذلك هذا القانون يصبح ايش؟ إذا كان أكبر أو يساوي، لذلك بعد ايه هتصير ايش؟ شكل ثابت، لذلك هذه عبارة عن كاركترستيك أوف أي دي أكون من منطقتين. إذا كان أقل من 2 VDS هتقول إيش؟ نعمل كده عمل مقارنة. إذا كان أكبر من VDS أو تساوي هيعمل كإيش؟ كيف؟ في المنطقة ليش؟ المنطقة هيعمل كده. هنعمل كتيار له قيمة ثابتة، صح ولا لا؟ مهما تغير بيجي هيكون عبارة عن تغير. لذلك التسميات المنطقة هذه تسمى كريو ريجون أو بعض الكتب يسموها لينيار ريجون، بعض الكتب يسموها أوميك ريجون. ليش هذا يسموها اوميك ريجن؟ انه ممكن اطبق قانون اوميك، ممكن مع علاقه التيار الجهد علاقه خطيه في المنطقه هذه. بيكون الترانزستور بيعمل كمصدر تيار، اوكي، قيمته ثابته، لذلك هذه المنطقه تسمى السنتريشن ريجن. المنطقة هذه معناته الترانزستور حول أرفع أو أقل محله كرنتور فمصدر تيار ثابت قيمته إذا طلعنا أي دي يساوي نص ميو إن سير إكس ميو على إن في بي دي إس ناقص في شورت فيرتيكال.
المحاضرة الفاتحة. المحاضرة الفاتحة في أول محاضرة أخذنا الأمليفير. الأمليفير البيسك الأمليفير كيف فكروا؟ الأمليفير عبارة عن الشكل هذا، عبارة عن فولتيج كنترول الكلام صور، صح ولا لا؟ الجوارة عن الجوارة، صح ولا لا؟ هذا عبارة عن الأمليفير. قلنا إذا كان عندي مصدر تيار معتمد ممكن باستخدام أصنع أمليفير، مظبوط ولا لا؟ معناته إيه؟ تيار منطقة ممكن ترانزستور يستخدم أمليفير. الساتيوريشن ولا الليبيديم ولا المنطقة من هذه المنطقة هذه الترانزستور يستخدم هاي نقطة مهمة جدا. زي ما قلنا بالنسبة للبي جي تي في عندي أربع مناطق ترانزستور ممكن يكون فيها، اللي عبارة عن كاثود، الأكريمون، الإليوساتيريشن والساتيريشن. هذا بالنسبة للبي جي تي. ولكن بالنسبة للمصفت كم حالة احتمال يكون فيها؟ اثنين. ثلاثة. الحالة الأولى كاثود، التيار يساوي ستة. صح؟ حالة كاثود. مع الريال يساوي صفر، مع الآي هي يساوي صفر. الحالة الثانية اللي يكون كمقاومة لينير، والحالة الثالثة ستيريشن أو كالكلام. لذلك عشان أنا أكمل بالتحليل الاي سي، معناته بتتأكد إن الترانزستور وين بيشتغل؟ ستيريشن. عشان اتاكد ان الترانزستور لسه كويس، معناته بدي اروح احل في الدي سي واجيب في دي اس في دي اس، بحل المعادلات وقيم واتاكد الشرط هذا موجود. اذا تحقق الشرط هذا بكمل، ما تحققش معناته مش هعمل. فيجاس او هذه نسميها هذه محاضره الفاتحه اوفر
ايه اوكي الكونكلوجن وين كان يوز موسيت مين محدد الطبيعة الأوفر لوكس في من الأوفر دراج إذا كان الأوفر دراج بيساوي سيسر معناته أوفر سيركت معناته إذا كان مش يعني أكبر من سيسر معناته هيكون عبارة عن لوز
إذا كان جهد الدريه الجيت أكبر من جهد الدريه القيمة في شورت، فإنه الترانزستور ساعتها بيكون في التايم لاين. كمثال اوكي نفترض اعطيك هنا الثري شورت فولتج يساوي نص اوكي واعطيك انه الجيج يساوي ثلاثه وفي دي يساوي واحد من خلال الشكل هيكون الفرق بين جهد هذا وهذا كام؟ ليش؟ عشان الأوكسيد ماشيين عند الإشارة